مثل كل نهار جمعة مشاهدينا فقرة كابلز على الموعد، هالفقرة يلي من خلالها منعالج بعض المشاكل اللي عم بتكون بين الأزواج، هالمشاكل اللي ممكن تؤدي لطلاق لانفصال ولأنواع كثيرة من الأمراض النفسية الكآبة وغيرها. اليوم موضوعنا هو بين شخصين متزوجين، كيف أوقات الزوجة بتتكل بشكل كلي على زوجها ولا أي مجهود لحتى تجرب تكون منتجة معه. الأسباب والحلول مع دكتور أنين الحسيني عساف. صباح الخير. بوجور هانيا. حضرتك محللة نفسية وأستاذة جامعية. موضوع اليوم يمكن ما منحسه هالقد مهم، نعم، ولكن ممكن تكون وطئته مش حلوة أبدا، خصوصي على الزوج يلي بصير شوي شوي يمكن يبعد وينفر من زوجته يلي لسبب معين عم بتكون جدا اتكالية. هل هو بيصير صورة الأب بالنسبة لها ألين؟ هل هي بترفض أنه يصير عندها نضوج أو ليه؟ اللي بدي شدد عليه انه اوقات مثل ما ذكرتي انه ممكن تؤدي لكونفلي لصراع بالثنائي اذا كان الرجل هو عنده غير نظرة للكوبل وغير نظرة لصورة المصاري كمان من المرأة، بس اوقات جدا ناجح بيكون هذا الثنائي ومركب على بعضه بطريقه مزبوطه وكل واحد ناطر من الثاني وعم بيحقق له شو ناطر منه. يعني مش معناتها اليوم هيدا التركيبه هالبروفيل المراه اللي بدنا نحكي عنها مش ضروري انه تؤدي دائما مع الرجل انه لعدم لمشاكل بالثنائي، ممكن جدا يكونوا برضا اثنيناتهم متفقين. على كل حال نحن دائما بنقول انه ما في صح وخطا، انما اهم شيء الاشخاص ما تكون هن عم يتضرروا او عم بيضروا غيرهم. نعم. بهيك مواضيع قالين. بسمح لي ذكر المشاهدين بانه ممكن يتصلوا فينا مباشره على الهواء على الرقم 0444444 وكل اسئلتكم ومداخلاتكم بناخذها بهالفقره. يعني كنا عم نحكي شوي عن الاسباب، لكن الاسباب يلي اوقات بتصير مبالغ او التصرفات يلي بصير مبالغ فيها، شو اسباب؟ يعني اذا بدنا نشوف شوي نحكي عن هالبروفيل المراه اللي هي ما بدها تشتغل، بدها تستعمل كثير المصاري بالثنائي، بهمها اهم شيء بهالمقايضه بينها وبين الثنائي بين الرجل الزوج هي هالمصاري. اول شيء كيف يعني مقايضه؟ المقايضه يعني الاتراك، يعني ممكن جدا تفوت شانتاج من احدى الاسباب، تربت يمكن على طريقه انه لازم يكون في دائما العاطفه الحب لازم يكون مدفوع حقه مصاري، قال يمكن العلاقه الجنسيه حقها مصاري. طبعا هون يعني منفوت بسمات يمكن شوي ثقيله الكلمه اللي بدي استعملها وقتها، الساجد اثنين مجوزين مع بعض، بس في سمات الدعاره وقتها بصير فيها المقايضه هيدي، يعني يمكن ما بجيب لك اولاد بجيب لك ولد اذا بتجيب لي سياره، بتقبل يصير في علاقه جنسيه اذا يمكن بحط لها بحسابها بالبنك، يعني هالمقايضة اللي عم بتصير العاطفة مقابل أما أنها تقبل دورة أنها أم أما زوجة مقابل المال. هون كمان عم نشوف أنه في سمات الدعارة بمطرح التركيبة، تركيبة الشخصية. هل هذا ناتج من المربى؟ صحيح. فوالا، في عنا طبعا دايما منشوف يعني عندها عدة أسباب. أول شيء إذا بدنا نشوف ثقافيا والمربى والعيلة والمناطق حتى، يعني أوقات إذا منشوف أول شغلة منشوف من النموذج اللي انتقل من جيل لجيل شو بنقيم الرجل. يعني قليل ما منقول رجال هيدي رح تتجوز رجال حلو، اما رجال معه مصاري. طبعا الاشياء عم تتغير رانيا مع المساواه ومع النظره تبع تقييم الشخص كمان، بس بعدها انه هيدا شخص معه مصاري، كانه المال هي مثل سلطه عند الرجل، مش بس المال هي تواحد يعيش، هي سلطه بتكمل سلطه الرجل. بنشوف قد ايه في نساء يمكن عايشوا ب فقر اما بميزاغ معين، ويمكن شافت الام اللي دائما عم تنفي حياتها يمكن تفني حياتها وبتنفيها عملت لها بصيص مضبوط ما بدها بقى كانه عم ما بدها هالحياه كانه ما هي موجوده يعني ولا كانه بتعمل هالبنت رد معاكس، يعني بتشوف هالام يمكن ضحت كثير ما اشتغلت اما كثير كانت تشتغل بالبيت وبدها تلحق على كل شيء وما كانت مقدره يمكن باخر مسيرة
جارتها هالام يمكن مرضت، اما هالبنت اللي عم تربى بهيدي الطريقه ما بدها تتمثل بهيدي المراه بهيدي الام، بتعمل رده معاكسه وبتطلب انه دائما في عامل المصاري تتعمل اي اكتيفيتي اي شيء بمهماتها كمراه ليرضيها هي ولا يرضي نفسها. فوالا. وكمان في عندنا هال من يعني اذا بنشوف من هي وصغيره بتربى على هالكون دي في يعني على هالقصص اللي هي هالبنت الصغيره دائما عم بخبروها قصص بتنتقل من جيل لجيل بالنموذج كمان بهالمجتمع اللي عندنا اياه، انه اللي هي ناطره لو برنس شارمان ناطره الامير اللي معه مصاري، ما بنقول الامير اللي معلم، هو من مجرد ما يكون امير يعني في الماديات بالموضوع. وعلى كل حال ولا اميره من هالاميرات بالقصص الخياليه كانت تشتغل على مظبوط ما عندها هالايجاليتي دائما في هال بمطرح انه هي اللي بدها تتغنى جيل مدلله. مثل ما قلنا كمان في اوقات جدا بنشوف انه البنت يعني هون بهيدي الحاله بتكون عم تنبش كمان على هالمخلص، عم تنبش على هالاب ممكن جدا، وبدها تضلها بقله نضوج، يعني بيكون ممكن عندها هالشخصيه ما عندها النضوج النفساني الديفلوبي، ممكن جدا عم تنبش على الاب على الكتف على الحمايه وبالمصاري عم تنبش عليهم على ستاتيو على مركز معين من الرجل، هذا اللي طالبته من الرجل، لانه يمكن بتكون عايشه دائما بانسكيورتي قله امان يمكن مادي اما بقله امان اجتماعي كمان، عم تنبش على الرجل اللي يعطيها يكون الكتف يعني بالنسبة او يمكن لها. العكس ممكن يكون صحيح، اي اذا ربيت ببيت فيه رفاهيه ببيت وين الاب يمكن ما كان يحب انه بناته يشتغلوا لانه هو مرتاح ماديا، هل ممكن كمان هالشيء يكمل وقت الزواج؟ طبعا هيدي سقافه بيت، يعني وقت بنشوف اوقات بنعمل شجره العائله وعوائد كمان عياديا بنشوف انه هيدي عم تنقل، يعني كل نساء هالعائله كانه انتقلن باللامقال اوقات لازم تتجوزوا حدا معه مصاري، الذكاء عند المراه انها تتجوز حدا معه مصاري تترتاح لتكون مستتته الى اخره. كمان في بعض الاديان يعني اذا بدنا نشوف ثقافيا اجتماعيا نفسيا في بعض الاديان وين بيصير الطلاق بطريقه سريعه جدا، كانه ضمان هالمراه هي قدام جمعه مصاري، يعني دائما عندها بمطرح مخبى عندها باللاوعي قدي عندي أمين. إذا صار فيها الطلاق في أديان بتسمح بالطلاق والطلاق بطريقة كتير سريعة، لهذا السبب كنا نشوف كتير من زمان وحتى هلأ النساء كانوا يشتروا كأنه أساور ذهب، كأنه إذا صار الطلاق بطريقة سريعة إذا بدها تظهر من البيت تظهر هي والهالمصاري الموجودة على جسمها. يمكن هيدي الشغلة مش بس عند النساء إنما عند كل البشر، أنه المال دايما بيعطي نوع من أمان نوع من حماية شوية قوة وسلطة، يعني في فرق هون بين الرجل والمرأة؟ دايما رانيا عياديا يعني بنسأل لأنه كل حدا عنده علاقة مع المصاري مختلفة حسب تربيته حسب كيف عاش المصاري قدي كانت أنغواسانت قدي كانت مصدر قلق، وكيف يعني المحلل النفساني فرويد بيربط علاقة الأم والأهل والتربية مع علاقة هالولد مع المصاري. يعني إذا بدنا نشوف أوقات كمان هالرجل عفواً قبل ما نتابع لأنه ذكرت نقطة بفتكر كثير مهمة وكثير هون بلبنان تحديدا بتهمهم يلي هي الأديان. يعني هون عم نحكي عن الأديان يلي إجمالا الأديان السماوية يلي نحن بنعرفها بلبنان بتذكر بأنه الرجل هو الأهم، الرجل هو السلطة، الرجل هو المسيطر، هو يلي بده يدير أمور البيت، يعني بلا ما نذكر ولا آيات ولا أي شيء تاني. وحتى في أمثلة هيك شعبية يعني بتقول مثلا أنه الرجل بيتفوق بالمال أما المرأة فبتتفوق بالحنان وبالجمال، يعني هل هالشي خاطئ؟ يعني هل هالشي نحن بنعتبره أنه ممكن يأثر على تربيتنا اليوم أو هيدا الشيء طبيعي؟ هذا الشيء طبيعي إذا ما كان في مبالغة، إذا هي مش بس بتربطها بهذا الرجل المصاري مش بس بتحبه أما بتقدم له الحب بتقدم له علاقة جنسية بتقدم له أنها تكون أم تقبل تكون أم إذا مقبيل المصاري، وقتها بس فيها الإكسكلوزيفيتي صار في عنا حالة منا طبيعية علاقة منا طبيعية مع المصاري. هون ما فينا كمان ما نذكر الرجل كمان أوقات قديه بيصير في تركيبة، يعني المرأة فيها يكون طبعا من إحدى الأسباب ليه
بتكون مركزة هالعلاقة بتكون بهيدي الطريقة، بتكون المرأة عندها تركيبة شخصية يمكن هستيرية، يعني تتكون مبينة هلا المرأة الهستيرية اللي بدها تكون هي دائما محور الجروب، محور المجتمع الموجودة فيه، وأكيد لتكون المحور بحاجة لمصاري، بحاجة إنها تصدم يمكن بشكلها، تصدم بشو بتشتري، بالبراند اللي بتلبسه إلى آخره، وبنشوف إنه كأنها بتنقي باللاوعي يمكن هالرجل اللي هو عنده تركيبة شخصية شوي نرجسية، يعني كأنه ليكملوا بعضهم هالأشياء الفاضية عنده، يمكن صورته عن حاله منا مكتملة إلا تيقول لك مين بتكون مرتي، لك مرتي قد حلوة، أو لك أنا كيف معيشة، يعني بنسمع هالكلام كتير عنا بالمجتمع، كيف أنا معيشة، يعني ما بهمه هالرجل النرجسي، ما بهمه المرأة إذا عايشة منيح أم لا، بس بهمه يفرجي كيف هو تيعطي كريدت لحاله، تيملي صورته عن حاله، تيكبرها اجتماعيا، لك انا كيف معيشه. يعني كانه هون كانه عم بيزيد من مقتنياته، هالمراه بتصير من احدى مقتنياته كمان، كيف عنده يمكن قصر وعنده سياره، عنده مراه جميله، تيقول انا عندي المراه الجميله، انا مين اخترت ومين مين موجود معي. يعني بنشهد اذا بدنا نحكي شوي، كنا عم نحكي على قبل شوي على احدى هلا عم نشوفها بالاكتواليتي رجال السياسه، اما هلا اللي عم نشهدها يمكن فيها الاختيار، بنسال انه ممكن هالرجل السياسي اللي وصل لمطرح كثير مهم، مجوز يمكن توب موديل، مجوز حدا هالقد حلوه، بس مجوز ثلاث اربع مرات مثلا، طبعا هون بنشوف قد يعني فيها يمكن هالطريقه النرجسيه من احدى مقتنياته بتكون هالمراه. رح نحكي عن هالموضوع، الفرق كمان بين المال والحب أو التعويض بالميل عن الحب. ألين، بذكر المشاهدين أنه عم ناخذ اتصالاتكم على 0464 لأي مداخلة للعلاقة بموضوعنا لليوم. ألين، يعني هون عم نحس وكأنه إن كان السيدة أو الرجل يلي عم بيكون موافق على هالموضوع، نعم، وكأنه عم يستبدلوا هالعلاقة العاطفية، هالحميمية، هالحب بالعلاقة المادية، قد ايه هالشيء صحيح وقد ايه هالشيء بدوم؟ هل هالشيء ممكن يودي لمشاكل؟ طبعا رانيا، الرجل هون بيكون عنده نقص بالرجولية، وكأنه بده يعوض المصاري، المصاري بتصير هي مثل اكسسوار عم بيزيده تيحس برجوليته، انه هو بيقدر، هو بيقدر يعمل كنترول، بيقدر يحميها، بيقدر يكون الرجل يعني باستعمال المصاري. مثل ما قلنا انه يمكن يشعر هذا الرجل كمان من احدى الاشياء اللي بنشهدها عياديا، ما بيقدر ينحب الا اذا دفع مصاري. يعني ما بتقدر المراه تكون موجوده معه، ما بتقدر تحبه وتعطيه اهميه وتبخر فيه بركه الا اذا اعطاها مصاري. مشان هيك اوقات بيكون في خيانه بشكل مستمر مع يعني مع سيدات بيندفع لهم مصاري. نعم نعم، ممكن جدا هيدا سبب من الاسباب. قليل يعني هون صار المال هو يلي بيشتري كل شيء، حسب قلت لك التركيبه، حسب المراه قد ايه بهمها المصاري، قد ايه بتشعر بالحمايه من وراء المصاري، وقد ايه عندها شعور انه لازم هي تقوى على الرجل انها تقشطه المصاري. في كثير نساء عندها بتركيبه شخصيتها ما بهمها يمكن تاخذ المصاري قد ما همها انها تقوى على الرجل انها تقشطه المصاري، كانه بتربحه بهيدا المطرح. هيدي احدى بنحكيها بعدين باحدى سمات الدعاره، يعني تركيبه شخصيه لابروستيتويه بتكون بهيدي الطريقه. بس هون يعني وكانه عم نلاقي هالسمات باي ست عاديه، يعني هل هن واعيين على هالموضوع؟ قالين يعني عم نشوف بحياتنا اليوميه هالسيدات اللي عم يصرفوا بشكل مش بكل مخيف سيدة. يعني وي. بس في يعني وي. في شريحه كبيره من وي. المجتمع بلبنان رانيا عم نشهد هيدا الشيء اجتماعيا نفسيا. اذا بدنا نحلل شوي الثنائي الموجود بلبنان، اكيد ما فينا نعمم، بس في موجود الرجل اللي بيشتغل بيطلع من البيت من الصبح وبيرجع عشيه، وفي المراه اللي بتصرف مصاري. طبعا في نساء في مساواه، في نساء بتشتغل كثير، في نساء بتشتغل اكثر من الرجل حتى اوقات، بس عندنا هالكميه الكبيره اذا بدنا نشوف اجتماعيا نفسيا، الرجل اللي بيطلع المصاري تالمرأة تصرف له مصرياته. في عندنا اياها هيدي ديجا. خلينا نعم تفضلي. لا كنت بدي احكي شغله ضروريه انه بلشت فيها، انه مش معناتها الثنائي ما بيكون ناجح، لانه اذا بدنا نشوف الكريتير، بدنا نشوف شو اللي بينجح الثنائي، من احدى الاشياء الرجل شو بيطلب من المرأة، اذا بدنا نشوف ستاتيستيكمان شو بيطلب من المرأة
المرأة تتنجح العلاقة بده مرأة تكون أول شيء بتقدر تحبه أما تبين له أنه بتحبه ويقدر يحبها، وبده يشعر برجوليته ودايما مثل ما بنقول بتبخره، يعني بتعمل له ماركتينج أنه هو شاطر أنه هو ذكي أنه هو يعني. هو المخلص تبعه، وبده مرأة تكون بوزيتيف، يعني إذا هالمصاري عم تعطيها تكون حدا سعيدة، بده حدا تكون بوزيتيف، تكون مهضومة، تكون إيجابية. يعني إذا بنشوف الكريتير اللي عم بتنجح العلاقات ما بيطلب هو مرأة ذكية، وإذا بدنا نحلل أكثر بالعكس بنسمع بلبنان بيقولوها علنا أنه المرأة الذكية بتوجع الرأس، يعني بحبوها لأيام لأشهر لسنة لأكثر للمرأة. يعني إذا بدنا نشوف ستاتيستيك ما شوية وعياديا منهم هودي من سمات اللي بنجحوا هذا ضروري، بس بالشرق مش غلط أو تكون وين ذكية ما كان وين ما كان عم نحكي. خلينا ناخذ اتصال. ألو ألو بونجور، أهلا وسهلا، من معنا؟ مايك مدام عون، تفضلي. ليك حبيبي بس بدي اسال الدكتوره، انا جوزي كثير كريم بالبيت وكثير منيح، وبس عنده حشريه مش طبيعيه، يعني كل التفاصيل بده يعرف فيها، بيشتغل شغلتين، وجوده بالبيت قليل، بس صدقيني بيعرف بكل شيء بالبيت. يعني حتى اني قد ما سيطرته بالبيت، يعني الغرض ما بينجيب على البيت الا مثل ما هو بده. حتى اني ثيابي بيقول لي قومي مشي روحي على السوق، مشي اختك مشوار، حتى اني ثيابي بده يلبسني هون على ذوقه. يعني اذا ظهرت انا وياه بالبيت عبدني عبادي، بس اذا بنوجد بمجتمع بهين فيي قدام الناس، يعني بحطي فيي، يعني مثلا بيقولوا الغسيله ما عم يطلع مرتب، كاويه مش مزبوط، يعني على طول في تحطيم فيي، بايام بيالف اخبار كذب عني، هذا الشيء كثير عم يزعجني. يعني انا وصلت هلا لفكره انهيار، رحت عملت تخطيط لراسي لجسمي لكلني وسكانر واي ار ام، الحكيم قام قال لي انت ما بك شيء، بدك حكيم نفساني. قد ايه عمرك مدام؟ انا عمري 52 سنه. وقد ايه صار لكم مزوجين؟ قلنا تقريبا حصل لنا شي 30 سنه. ان شاء الله العمر كله. شكرا لاتصالك، رح نجرب نعطي جواب لهالموضوع. يعني هون عم بتقول انه من ناحيه كثير كريم وكثير منيح معها بالبيت، ولكن قدام الناس عم بيكون المشاكل وهيك نوع من التنكيل شوي فيها. رانيا وقتها كمان سمعتها عم بتذكر انه بفوت بكثير تفاصيل، دائما هالشخص اللي بفوت بوسواس بتفاصيل كانه هو دائما بيشعر انه هو في اشياء ما عم بيعرفها، يعني بده يعمل كنترول، يعني بيفزع ما يكون هو عنده السلطه، عنده مشكله بالسلطه، بيفزع يكون محطم اما مدعوس، اما لهيدا السبب كانه بيستعمل لي ديتاي، بده يفوت بالتفاصيل تيقول انا موجود هون، انا موجود بهالمجله كيف محطوطه، انا موجود بالكرسي كيف محطوطه، يعني كانه قد ما عنده ثقه بيفزع انه يكون منشال على جنب، ما عنده محل، خصوصا انه ما عم بيكون موجود يعني جسديا. كانه هو وقتها بده يرجع بده يفوت بهالتفاصيل، قد ما عنده قلق انه يشلوه، مش المشكله طبعا ومنشان هيك ببين سلطته قدام الناس، بيكون يعني عايش هيدا الشيء هو بطفولته، يمكن كثير انمحى، كثير ما انعطى اهميه، بده يبين انه عنده اهميه، هيدا وقتها بيكون عم بيحكي. هون عندنا هالصوره انه هي ما بتعرف شيء، تيطلع حاله تينفخ حاله لسوء الحظ، يعني هون المراه بذكائها يمكن ما بدها تعطي كثير اهميه للوضع، وبدها تشتغل على ثقتها بنفسها، انه هيدي اليه دفاعيه عند هذا الرجل تيمكن يفرج، هيدي المشكله عنده مش عندها، يعني مش عندها ابدا، يعني ما تحس انه هي لانه شيء خاصه، لانه هو عنده فراغ بمنطق بشيء معين بصورته عن حاله، كانه بيقدر ينفخ الانا من وراء تحطيم الاخر. هيدي الشغله مش لازم تتاثر فيها، طبعا بيتاثر الشخص، بس لازم ما تشوفها انه مستهدفه هي. كنا عم نذكر هالعلاقه بين الرجل والمراه قليل، واسس العلاقه بين الرجل والمراه، شو متطلبات الرجل طبعا وشو متطلبات المراه، يلي اليوم يمكن عم بتصيروا شوي بيشبهوا متطلبات الرجل. قبل كنا نروح اكثر على الحنان، على العاطفه، على الوجود، على السند، اليوم كله عم يترجم بالمصاري، او يعني مش عم اكيد نعطي قاعده عامه، ولكن كثير من الامور عم تنحل بالمال، ان كان بالزواج او حتى كمان بالطلاق. يعني قالين كل المبادئ شوي عم تتلاشى. يعني خلينا شوي نرجع نحكي عن هالتيار الانثوي يلي فينا نقول اليوم عم يشتغل كثير لحتى يعطي حقوقها للمراه. هل هالشيء له علاقه بالموضوع؟ هل عم تنفهم الامور بطريقه مغلوطه شوي اليوم، بانه اذا المراه بدها مساواه يمكن لازم تكون
عم تستقوي على الرجل بطريقة معينة، أو هل إذا المرأة بدها المساواة بدها تستغني عن الحب وتستبدله بالأمور المادية؟ بعدها صورة المساواة أنا بلاقي بعدها منا واضحة، يعني فيها شوي تناقض، فيها كتير تناقض. لأنه ما تنسي المرأة إذا بتسأليها شو بدك من الرجل بترد عليك بدي رجل القوي بس بذات الوقت الحنون، الرجل السوليد الماكن بس بذات الوقت اللي كتير بيغنج، اما الكتير ضعيف وبدي استقل عنه ولكن بدي يصرف علي، بدي في تناقض طبعا، بدي المساواة بس شو بخيل ما دفع بالريستوران، بدي المساواة بالحياة الجنسية بس بذات الوقت ما بدها تعمل المبادرة وبتفزع من حياتها الجنسية. في يعني بدنا اخر كلمة يعني اليوم شو بنقول؟ قد ايه هالشيء لازم يكون متوازن، ما في شيء صح ما في شيء غلط، مهم الكوبل ما يكون بصراع متفق على شو بده كل واحد ناطر من الثاني، واذا كل واحد يعني ما في هالكونفلي ما في صراع، بس ما من مجرد ما يبلش يصير مشاكل فهون يمكن لازم ننتبه على عدم المبالغه، فوالا ما يكون في مبالغه، ننهيها بالمثل اللي دائما ننهي في كل شيء زاد بالمعنى نقص، يعني اكسكلوزيف ما بس العلاقه تكون ما هي مرتبطه بالمصاري، في عنا نقطه استفهام ليه بس المصاري هالقد مهمه بالثنائي. شكرا لك دكتور الين الحسيني عساف، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. وقفه سريعه ومنتابع مع فقره بي بيوتيفول، خليكم معنا.